بالليزر. اوكي. وكان في عمليه غريبه جات لي، واحد داخل في ودنه عنكبوت. سبايدر يعني. عنكبوت. وفشلوا فيها معظم الدكاتره. قررت ان انا اعملها له بالليزر. جبت صباع ليزر ضاغط دخلته من ودنه اليمين. وصباع ليزر شافط من فتحه مناخيره الشمال. وشفط العنكبوت. وكان لازم اهم حاجه في العمليه ان انا احافظ على حياه المريض والكيس بتاعتي جامد جدا، ان انا احافظ على حياته.